الاخوه اعضاء اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه. هذه تقريبا اول مناسبه نشارك فيها بعد الجائحه اللي ضربت بلادنا والعالم كافه. لا بد ان نشكر رجال السلطه مختلف الدرجات، ورجال الامن مختلف المؤسسات، ورجال الوقايه المدنيه، واللي كان دائما على راسهم سيد عام صاحب الجلاله المحترم تحت قياده رشيده ديال سيدنا. الحمد لله وكنشكروا يعني الله سبحانه وتعالى على الوضعيه اللي حنا فيها. ولا بد ان نشكر كذلك رجال او ونساء الصحه اللي كانوا في الظروف الاماميه، رجال التعليم كذلك. فهذه مناسبة ما خصهاش تفوتنا باش نشكروا يعني الناس، والحمد لله الحمد لله على الوضعية هنا. سيد العام تكلمت على المشاريع المتعطلة، أسواق نموذجية مثلا أو نموذجان، لابد أن نتمنوا الدور نلعبوا السوق ديال البركة أوف كورس، وكنعرفوا الوضعية اللي كانت في هذه المنطقة، السوق ديال الحوت والطريق اللي كانت مسدودة، فالسوق ديال الكورس وبالمجهودات ديال رجال السلطة دائما والاخوان اللي كانوا على راس السلطه انذاك، المجهودات اللي قاموا بها والصعوبات اللي كانت، وكذلك لابد ان نشكر الجمعيات المسيره لهذا السوق. الحمد لله الان المنطقه يعني منفرجه كتمشي يعني بسلاسه، وكاين الحمد لله الامور مضبوطه. هنا بغيت نتكلم على السوق ديال البيع، سوق السلام. كنشوفوا المنشاه واقفه يعني يمكن جاهزه او غير جاهزه، فبغينا نثيروا انتباه ديال السيد العام رئيس اللجنه والاخوان باش يعني تسريع باش يخرج هذاك السوق للحيز الوجود، لان كنعرفوا بان غيفوق بزاف المشاكل ديال هريق البيض ومناطق اخرى. فنتمناو يعني السيد العام تشوفوا على هذا الانجاز ويتكسب لكم، يعني هاد الاسواق النموذجيه بالنسبه لمدينه عسفي راه انجاز كبير ونظمت بزاف يعني وحلت بزاف المشاكل. فنتمناو يعني هذا السوق ديال البيع حتى هو يخرج الحيز الوجود، ودائما نبقاو نذكركم في قادم الايام ان شاء الله اذا طال العمر، باش دائما نحسبوا لكم سيد العام هذا الانجاز ديال الاسواق النموذجيه. كنحسب ليا تحدد فيها في مناسباتي وهو موضوع حساس. حساس على الصعيد الوطني لان شفتوا الجانب كله ديال بعض الاقاليم، خاص اي خطوه تكون خطوه مكتوبه في اتجاه النجاح ماشي الفشل. اولا قبل ما نخوض في هذه النقطه نعتبر بعد البروجي هذا البرمجه راه دازت باش نتحدثوا ب بالنسبه نبدا بالسوق ديال الاسواق النموذجيه. باش حكينا سوق البركة كانوا بزاف ديال النقاشات وبزاف ديال يعني دراسات والتشاور كذلك باش ما نديروش خطوة غير مكتوبة، وكنقولها الآن حجر الزاوية المحور الأساسي القاعدة الأساسية في نجاح أي مشروع هو أن المستفيد في ذاك المشروع يكون مقتنع. لا داعي للمشاريع ياك وتن لقيتوها الناس بالزمن هما ما لقاوهاش كنهزو يدخل الصحة، سيقتنع أنه الدولة من هذوك المشاريع والبرمجة إلى اللجنة الإقليمية ديال الوفاداء اللي كنتم أعضاء فيها تخدموه سيقتنع لأن تخدموه بدرجة. علاش كنقول هادشي؟ لأن كاين الأسئلة كطرح دابا، علاش الديار؟ علاش مفتاح الخير؟ علاش كوكي؟ علاش مجموعة؟ علاش تنزلها؟ هو السيد الرئيس عاد تيقول لي في التليفون تيقول لي البرنامج هذا ديال زولا بتاع الجايين. القاسم المشترك بين هاد العوامل كلهم وخصنا بعض المرات حنا كمسؤولين منتخبين ولا تيكونوا قناه ولا ناس اداريين نحاولوا شي شويه نفهموا المواطن، ما نديروش حلول غير قابله للتنفيذ. بون يفتح الخير قالنا مفتاح الخير نورمالمون هو الديار، ما غاديش نهضر على كوكي لان كوكي وضعيه خاصه الناس يتحرك لهم المحلات ديالهم واللي بيكون بصراحه انا احيانا الناس تيساوي خصهم يعقلوا راه كوكي جينا ثاني صوبو فيه ولا غنكمل ولا غنزلو البرمجه اللي كنفهم فيهم، لانه عندنا وعي تام كلنا كلجنه اقليميه
وكنمشي لبلادي انه ذاك المشكل ما خصناش نديرو مع السياسات الناعمه، خصو يتحل. وكان المشكل فاش سوق كوكيد، كان المشكل ديال العقار. وبالله عليكم وانتم كلكم رؤساء وعلى اللجنه العقار، واش شي فاسيل باش موبيليزي ديال الخواص، وكان ديال الدوله ولا كان ديال الجامعه ولا في هذا سهل، ولكن راه كنا انا واحد الوضعيه ديال انك تقنع خواص. الله يرحم ذاك الراجل في هذا النهار هذا اللي كان يعني تجاوب بعد تجاوب جد متميز، والحمد لله انه دابا البروجي دار خير اللي كذاك وغيدخلوا الى الان نرجع لمفتاح الخير. مفتاح الخير منطقيا ما غاديش نقول السميات، النقطه العقليه العلميه ان غادي تدخل مفتاح الخير، كاين بعض النقاط بعيده عليه واش نستمروا نقولوا لا خصو يدخلوا صحه. كان لازم نفكروا في طرق اخرى انجح اللي نظنوا انه اللي غادي يبداو يدخلوا العجائريين في تحت الولايات ديالها يكون نجاح. بالتالي راه كاين تطور في الامر، والحمد لله استمعنا وبعض الموارد من الصفقات السابقه ليس بي اس ربما راه موجودين ولا تواصلوا كاع ولا في سبونسر على اساس انه غنعالجوا هذا الامر. سوق البيان، سوق البيان، سوق البيان الموقع اللي شفتو موقع رائع جدا، والبنايه سيرو تسالو في المغرب طورا وعرضا الى لقيتو بحالها الجو الاسفل، يعني من حيث البناء والتجهيز رائعه جدا. باش نضمنو بها النجاح ونسولكم في هذه القاعه، واش الى تعاملنا معها كما تعاملنا مع سوق البركه غتنجح؟ جاوبوني كلكم. الى لان الناس تقدر تشتاق المقاربه اللي درناها في سوق البركه اللي هو واحد الحي مستحيل فيه السكينة فيه الرواج وفيه مجموعة من الأمور، ونقول نفس هذا ونقولوا نديروا نفس الشيء في سوق ديالنا. كاينة مقاربة جديدة حيث أتحدث بحذر لأنه مش نقول شي حاجة قدام الناس، ولكن كاين تصور يكون فيها تخصص، وبدينا في نقاش مع الناس الجنوب بعض الناس في الأحياء الجنوبية باش نعيشوا هذاك السوق بطريقة يعني مختلفة عن الطريقة ديال التحكم ولا ديال البيان. الآن باش نعطيو الانطلاقه ديال هذا البروسيسوس هذا الاساسي هو النقطه اللي قلت ديال انهم الكبار النقاط هي بعيده ولو انهم يضمنوا فين غيمشيو، لان المواطن كيهضر مع واحد اللغه ديال المنطق ديال الموضوع ما تكذبش عليه. غتمشي هذه البلاصه غتمشي هذه البلاصه، ما غتمشيش ما غتمشيش تسول هذه عرفها. لذلك إذا استطعنا الحل لهذا المشكل ديال النقط البعيدة مباشرة بعد هذا الأمر هذا مباشرة مجرد ما يكون البرمجة وتعطى الصفقة، غنبداو مع النقط اللي غيخدم مفتاح الخير اللي فيهم بالخصوص شارع الرباط وشارع اللي فيهم قراب ليك. وهما شوف بكل صراحة وأنا أتحدث عن الباعة الجائلين، بعد ما التجربة ديال الكورس بداو تيفهموا واحد الحاجة، ولكن كنت بعض الاخوان كنتلقى اليوم تنقولها لهم، هما سمي في واحد المساله البائع جاي في الشارع ما عنده حتى شي ضمانات، كل مره في شارع كل مره في موقع كل مره في شنو الوضع، كل مره يجي عند المخزن يجي عند القايل يجي عند يتكرسوا عليه حيد من الشارع حيد من الشارع. هذه اللغه ما غتبقاش لان هذيك الكرامه اللي كنقلبوا عليها تيكون عنده محل ياك ديالو يقدر يتصرف فيه ويقدر يورثوا لولادو مصدر عيش كريم. هنا باش التجربه ديال البركه عطات نفس عطات فكره لبقيه الباعه الجائلين اشنا هي المشاريع ديال التاهيل ديال الباعه الجائلين، وهذا هو الهدف الاسمى ديال هذه البرامج. نرجع لهذه الاسواق بشكل عام، دونك تحدثت على البيئه تحدثت على كوكيت تحدثت على مفتاح الخير اللي مرتبط بواحد المساله معينه ديال بعض النقاط البعيده. نرجع الان لهذا السواق ديال البلدية، هذا مشكل ما هو شيء غير زين عديد راه بزاف السواق طويل. مشيت اليوم انا واستغربت كيفاش هذوك الاسواق يعني محلات تجاريه رائعه جدا تبنات يعني باموال ديال الدوله، وللاسف الشديد هذه مقاربه اخرى خصنا ربما نجلسوا نشوفوا كيفاش يعني نعالجوها. سوق الحنين قدام سوق البياض راه معلامه، اكبر سور عندكم في اسفي يمكن هو هذاك بعد السور ديال المدينه اللي شفتو ذاك السور الكبير تاع البياض، ملي كتدخل كتلقى غابه لداخل حوانت ريبين شي سدود
المواد ديال البني مليوحي وداك الشيء الزراد الخراب ما فيه حتى شي حاجه لا يعقل. راه داك راه قلب المدينه هذا خصو معالجه خاصه، المعالجه خاصه مع كافه الشركاء ليست البلديه وحدها، المستفيدين اللي عاودوا باعين يمكن السوارت من جديد من 10 متر وقعت تما باش الجمعيه حتى هما شدوا تما مجموعه من الامور. ثم تفكير في انا كانت عندي فكره بالنسبه لهذاك السوق يكون سوق متخصص بحكم القرب ديالو من 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 الحي الصناعي، لانه يتخصص في البياس هادشي ديال الطوناتوري اللي تيبيعوا هذا خص تخصص. ما نبقاوش عندنا افكار دائما بعجائلين بعجائلين، خص كاين تخصص باش يربحوا باش يعيشوا دوك العجائل. نفس الشيء بالنسبه للسواق، ها هو في الجنوب كان نجعيهم شكجو مسدود السوق مبني عهود سابقه مسدود القريعه وكوكي وهذا، هادو خصو مقاربه خاصه يتحك في الملك الجماعي هو ملك ديال الدوله ما ديال حد غير كيتكرا ويتخذوا في سميتو قرارات ديال الرئه قرارات بلي بي في تو الموند يكون كلشي يكون مقتنع انه خاص لان كاين دابا الناس اللي شادين الحوايج اللي شادين ما بغاوش يستغلوهم وكاين الناس اللي باغيين الحوايج يستغلوهم ما بقاوش. اذا هذه تناقضات وهذا مشروع ربما نستطيع ان شاء الله نجدوه في مراحل ان شاء الله. كذلك الحيث يعني بعجائب بالنسبه للمبنى ننساش لي بور لي عندنا، نو زافون تروا بور فاسفي، لو بور اللي هو ديال ولاد السماء ما نحكيش عليه، اللي عندنا لو بور ديال اسفي، وعندنا لو بور ديال ولاد السماء، بالمناسبة هذا كان سيدا بور، ما تبقاش هو لي بوان ديماركمون، راه سوريا القديمة بالنسبة لوزارة الجزيرة حضر الله يعينك في راحة هنايا، هذاك راه ميناء باش نكونوا واضحين، هذاك فيه باع جائري، راه خصهم تاهم يديروا كازمون. ما خصناش نبقاو دائما نستمروا نقولوا راه العام زين ما كاين، راه عندنا الباعه جايين فوش البورت اسفي ان فو كي سوا ديناجي. وكنا خدامين انا وياك على هذاك 23 24 كراش عندكم تما ديال هذه السوريا القديمه. هادشي كله في الاخر هذا مجهود جماعي كلنا باش نحاولوا نرفعوا من المستوى ديال الاقليم ديالنا اللي بكل صراحه راه ما ناقصنا والو، خصنا شويه ديال العمل وشويه ديال المعقول. اما راه الامور يعني ان شاء الله بفضل تضافر الجهود ديال الجميع على اساس اللي حدث يمكن لي ان شاء الله نحققوا شحال من حاجه من الاقليم. وشكرا لكم. تدخل اخر السيد الرئيس.